استقبل معالي السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، حيث أعرب معاليه عن اعتزازه بلقاء معالي السيد محمد الناصر. وأكد معالي وزير الخارجية وقوف مملكة البحرين مع الشعب التونسي، مشيدا بعملية الانتقال السياسي في تونس وما يتمتع به شعبها من حقوق وحريات سياسية ومدنية متقدمة، منوها بدور مجموعة الأخوة البرلمانية التونسية البحرينية في تطوير التعاون البرلماني بين البلدين. من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس النواب للشعب التونسي عن بالغ اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية وشعبيهما الشقيقين، مؤكدا أن تعزيز التكاتف بين الشعوب العربية هو الأساس في رقي بلداننا وتحقيق مصالح شعوبنا، مشيدا بمملكة البحرين وما تتسم به من تطور وانفتاح حقيقي على الجميع وما تتمتع به من علاقات دولية متميزة.